بطلة حدوتك جنات وليد سعد، تتر مسلسل بخط الإيد 2020. الكوردات زي ما احنا شوفنا كده، هستخدم كورد ال F minor فريت الأول بار. طبعا اللي معرفش الكوردات البار هعملكوا فيديو أشرح فيها الكوردات الأوبن والكوردات البار قريب. كورد ال E flat بار التالت، واخد الشكل ده كأني ماسك ال C major ولكن على البار التالت، ده اسمه E flat. كورد ال D flat كأني ماسك ال A major ولكن البار على الفريت الرابع. كورد ال C minor البار التالت، تمام. وبستخدم كورد ال F major، بستخدم كورد ال B flat minor أول بار ده تحت. دي الكوردات المستخدمة في أغنية. الترتيب طبعا زي ما انتوا شفتوا كده، حاول ابسطها لكم. الانترو اربع كوردات، وبتاعته تاني F minor E flat D flat C minor. كل كورد بياخد عدتين 1 2 وبنقل. الاول سولو F minor C minor F minor C minor، بعدها بقى اروح على ال B flat minor و ال E flat، برجع تاني على ال B flat minor وبقفل C minor. كل ده بيتعاد مرتين، الميلودي كله 1 2 من أول بداية الغنى ال F minor بنقي على ال E flat، بعدها C minor، عيدهم تاني مرتين. بروح على ال D flat، بعدين ال F، بعدين ال B minor، وهكذا. طبعا ترتيب الكوردات راجع الفيديو في الاول، هتعرفها برضو بالتفصيل، انا حاولت ابسطها لك عشان ما اطولش عليكم. وكده الكوردات المستخدمه انا وضحتها لكم كلها. ايد اليمين الريزم ثابت بيقول ايه طول الاغنيه، داون اب اب اس اب، داون اب اب اس اب، بيتعاد تاني داون اب اب اس اب، داون تمام وهكذا طول الأغنية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، قولوا لي عايزين أغاني إيه أو كوردات إيه، وهنزل لكم فيديوهات. منو سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو ده، ودعمونا لقدام.